استاذ عماد اهلا وسهلا فيك على راديو المشاهير اللبناني، تحيه لك من القلب. على طول مبدع وبالنشاطات هالايفنتات الناجحه على طول. نحن كثير سعيدين انه موجودين بهذا الحفل وكنا سبونسر فيه. شكرا لك، لك الفضل بكل شيء. خبرنا شوي كيف كان هالايفنت وان شاء الله هيك حبيت كل شيء. اول شيء انا بتشكرك، ثاني شيء بتشكرك شخصي لك انت كعلاء الجوهري، بتشكر صوت المشاهير لإذاعتك الكريمة تبعك راديو المشاهير. ثاني شيء انا يعني بعمل ايفنتات، انا الايفنت تاع الموديل انا من 2005 ما عدت اشتغلت بالموديل، بس في عندي صديق الاستاذ موسى الحاج دائما بيطلب اني ساعده انا بالايفنتات. اوكي انا كل ما هيك انا ساعده لقاء شيء، انا صديق بالنسبه لي، هو صديق، هو صديق. اوكي فهذا الايفنت بشكله الخارجي ما كان ناجح، بشكله مضمون ناجح. كل ايفنت بيصير فيه شويه اخطاء، اخطاء اوكي هو لعدم التنسيق دائما، ممكن لعدم وجود طاقم عمل كامل، طاقم عمل كامل. انا بتمنى على فكره الايفنت كان ناجح رغم كل شيء، رغم كل اللي صار، الايفنت كان ماشي وناجح وما في عندنا مشكله، بس احنا نتمنى لموسى الحج وللمودي بري في الاعوام القادمه انه يكون عمله انجح من هيك واحسن من هيك. وانا اعتبارا من هذه اللحظه، من هذه اللحظه لن اشارك في اي عمل جميل. لن اشارك لانه عمل جميل متعب، بده طاقه. وانا توجهاتي يعني الاساس من 2005 تغيرت الى عالم المهرجانات الفنيه مع المطربين والمطربات. اوكي انا بشكر حضرتك، شكرا لك، شكرا كثير وبتمنى لك كل التوفيق.